السلام عليكم، معاكم هبة كمال في رسمة جديدة سهلة وبسيطة. النهاردة هنرسم فانوس رمضان. نبتدي في رسمة الفانوس، هنعمل خط مايل كده، بعدين نعمل واحد نازل من على الحرف كده بالطول، واحد نازل من الحرف التاني ونوصلهم ببعض، بعدين نعمل جواه نفس هي الخطوط تاني، يعني نعمل برضو خط بالعرض من جوه وخط نازل بالطول كده وخط بالعرض تحت وخط نازل بالطول كده، بعدين يجي من فوق نعمل خط مايل من الناحية دي وخط مايل من الناحية التانية ونوصلهم ببعض على شكل موجة. Don't forget to like, share, and subscribe. And for searching for Cousins Kids on YouTube. Bye!